العلاقات الثنائية جيدة في جميع المجالات، الطاقة، التعليم العالي، التعليم العالي وكذلك التشاور وأقول والتنسيق فيما يخص المسائل الجهوية ولا سيما منها ليبيا. أقول أن العلاقة التنسيق مع إيطاليا جيد جدا فيما يخص الملف السخن الحالي وهو ليبيا والمبادئ التي نصر على احترامها، حل سياسي في ليبيا، حل سياسي يعني حل سلمي، رفض التدخل العسكري، الإصرار على احترام حظر في تزويد الأسلحة في ليبيا، والمفاوضات بين الليبيين، بين كل الأطراف الليبيين بكل احترام القانون الدولي وبتعاون وتأييد المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار. ويمكن كذلك أن أقول أشكر السيد لويجي دي مايو والحكومة الإيطالية على دعمها لموقف الجزائر، على إصرارها مع كل الشركاء وكل الدول العالمية فيما يخص دور الجزائر فيما في على ليبيا. أنا سعيد جدا لأن لدينا فرصة تاريخية للعمل مع الدول المجاورة لليبيا لوقف إطلاق النار، وهو هدفنا الرئيسي. دون الاستقرار يصعب وضع خطط اقتصادية، ولهذا يجب أن نعمل معا لاستقرار كامل في المنطقة من خلال مكافحة الإرهاب. والعمل الذي تقوم به الجزائر على حدودها مع ليبيا هو عمل ينعكس بالإيجاب على كل منطقة البحر المتوسط ويمنع أي تسلل إرهابي إليها. كنت أولا في بروكسل ثم اسطنبول والقاهرة واليوم بالجزائر، وخلال جميع الاجتماعات اتفقنا جميعا على وقف إطلاق النار. حان الوقت للجلوس حول طاولة واحدة وإيجاد حل يسمح لنا بضمان السلام في هذه المنطقة.